يجر أذيال الخيبة وعدم الرضا، توصيف لما يشعر به الشاب المغربي نظير المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتردي في البلاد. عصارة دراسة أجراها معهد بروموثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان المغربية خلصت لانتشار حالة امتعاض كبيرة لدى 86% من الشباب المغربي من الأداء السياسي في المغرب. ولعل البلد الذي تؤرقه أزمات سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية بسبب سياسات المخزن آخرها تورطه في التطبيع مع كيان صهيوني مرفوض لدى غالبية المغاربة، فقام من هوة ثقة الشباب في الفاعلين في لعبة السياسة المغربية. فدراسة المعهد توصلت لعدم ثقة قرابة 50% ممن طالهم البحث في مهندسي الخيارات السياسية، وحتى من 50% المتبقية يقول 26% منهم إنهم أعلنوا عن طلاقهم الكامل من السياسة. كان طرحوا سؤال الرضا عن أداء السياسة والأحزاب، ما تغيرتش بالابون لونك ديال الهوكوميساريو بلون ديال 2007، بحيث أنه عدم الرضا هو السائد 86% عدم الرضا. أما في الاقتصاد فيكشف المعهد المغربي في دراسة حول الأمن البشري للشباب المغربية أجريت مع مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما أن الشباب غير راض تماما عن وضعه المادي والعائلي، أمر فاقم شعور القلق لديهم بشأن مستقبلهم وهوسهم باستقلالية أسرهم. وما يزيد تلك المخاوف حدة انخفاض الاستقرار المهني والاستقلال المالي وعدم الاستقرار، فانعدام الأمن والضعف الاقتصادي اللذان تعيشهما الرباط متلازمان ولهما تأثير كبير على استقلالية الشباب المغربي، تضيف نتائج الدراسة.